كريم، صباح الخير. هل تسمعني؟ نتواجد الآن بساحة البريد المركزي. هنا تنظم بلدية الجزائر الوسطى تظاهرة يوم دون سيارة هذا الأسبوع. نعم أسمعك جيدا شروق. نحن نتواجد الآن أمام ساحة البريد المركزي أين يتم تنظيم يوم دون سيارة، هذه التظاهرة التي تنظم تقريبا في آخر 10 سنوات من طرف بلدية الجزائر الوسطى وبالمشاركة أيضا مع مديرية الشباب والرياضة وقطاعات أخرى كالثقافة. هنا تهدف هذه التظاهرة بدرجة الأولى إلى عملية تحسيس بمخاطر البيئة وأيضا يعني الازدحام المروري وأيضا التلوث الناجم من انبعاثات الغاز من السيارات، وبالتالي هي عبارة عن تظاهرة تهدف إلى تقليل من استعمال السيارات واستعمال يعني المواصلات وتحفيز الرياضات بمختلف أشكالها. هنا فضاء أيضا للترفيه ومتنفس أقول للعائلات التي تأتي إلى هنا من أجل الترفيه عن نفسها، لأن هناك العديد من التظاهرات وقد يعني نكتشف سويا مثل ما يوجد هنا يعني لعبة الشطرنج صغارا وكبارا يعني يلعبون لعبة الشطرنج، هي عبارة عن تقوية للذهن أيضا. وخلفي من هناك أيضا لعبة شطرنج على الطريق يعني بطريقة مختلفة، تحاول بلدية الجزائر الوسطى أن يعني تزرع هذه الثقافة لدى الأطفال من أجل تحفيز الذكاء لديهم، مثل ما يوجد أيضا بهلوان خلفي وألعاب هوائية وأيضا هناك تنس الطاولة وكرة اليد وغيرها من الرياضات. هذا أيضا فضاء من أجل التقاء الرياضة المدرسية والرياضة للجميع والرياضة الجوارية، وكلها يعني أنشطة يعني تحاول السلطات المحلية لولاية العاصمة أن تبعث رسائل كثيرة من أجل يعني ممارسة الرياضة. شاهدنا أيضا يعني الكثير من المواطنين رفقة أبنائهم بالرولرز، شاهدناهم أيضا بالدراجات الهوائية. كل تقريبا المداخل هنا على مستوى يعني ساحة البريد المركزي وأيضا ساحة ديدوش مراد من هناك ساحة أودان مغلقة، وهذا الفضاء الوحيد الذي يسير فيه العائلات أو تسير فيه العائلات رفقة أطفالهم يعني مشيا على الأقدام مع ممارسة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية. مثلما تشاهدون هناك أيضا إحاطة أمنية كبيرة من أجل حماية الوافدين إلى هذا الفضاء العائلي بامتياز، خاصة وأننا نعرف بأن الجزائر العاصمة هي أكثر مدينة يعني مزدحمة في الجزائر بأكملها، وهذا المكان يعج بالسيارات ويعني ازدحام طول اليوم، أصوات المحركات وأصوات السيارات وأيضا صافرات الإنذار وغيرها، يعني الكثير من الأصوات ربما المزعجة لأهالي هذه المنطقة هو متنفس لهم أيضا من أجل الارتياح أو يوم راحة من كل هذا الضجيج الذي يصحب يعني المدن الكبيرة ومنها الجزائر العاصمة، والصورة أصدق تعبير مثل ما يقال. صحيح، شكرا جزيلا لك من الجزائر كريم قندولي مراسل الغد.